عقد مدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية امبارح الثلاثة على استاد الكلية الحربية، وتحدث عبد الهادي مع اللاعبين في العديد من الأمور الخاصة بالفترة المقبلة في حضور باقي أفراد الجهاز المعاون، وطالبهم في بداية الأمر بالتركيز الشديد واستغلال هذا المعسكر استعدادا للموسم الجديد والبطولات اللي سيخوضها الفريق، وشد على ضرورة أن يقوم كل فرد داخل الفريق بالدور المكلف به من على أكمل وجه طبعا، حتى تسير الأمور بأفضل شكل لتحقيق كل الأهداف المطلوبة. ونقل قلب الأسد للاعبين العديد من التعليمات الفنية في إطار البرنامج التدريبي الموضوع طبعا خلال الفترة الحالية استعدادا للمرحلة المقبلة. واصل محمد عواد وعمر السيسي وعبد الله جمعه ثلاثي الفريق البرنامج التأهيلي الموضوع ليهم على هامش المران امبارح، وخاض الثلاثي تدريبات تأهيليه خاصه على هامش المران تحت اشراف الجهاز الطبي للفريق بالتنسيق مع الجهاز الفني لتجهيزهم بالشكل الامثل للفتره المقبله.